أثارت الأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام عن إصدار محافظ حضرموت الجديد اللواء أحمد بن بريك قرارا بحظر استخدام الدراجات النارية في مدن المحافظة حالة من الجدل لدى السكان المحليين، خصوصا بعد فشل تطبيق قرار مشابه أصدره المحافظ السابق قبل أكثر من عام. فالشارع الحضرمي والذي يعيش حالة من القلق والترقب منذ أشهر لم يكن ليتصور أن تكون أولى قرارات المحافظ الجديد هي منع استخدام الوسيلة الأولى للمواصلات في المحافظة ليلا. وفور انتشار النبأ وجد نفسه يتساءل عن مدى إدراك السلطات المحلية للأولويات التي يجب أن تكون على رأس اهتماماتها. فحضرموت التي تعيش ظروفا أمنية استثنائية لا تزال تعاني من انتشار فيروس حمى الضنك. اعتقد في وجهه نظري في هناك اولويات قبل هذا القرار. اولا العرب قديما تقول اثبت العرش ثم انقش، فكيف انت تريد ان تنقش قبل اثبات العرش؟ اولا مكن نفسك من هذه البلاد، ونحن نعرف من يحكم هذه البلاد اليوم، فانا اعتقد القرار غير صائب من اكثر من اتجاه. ما يمكن انه يمنع نحن ولا بنمتنع حتى لو منع، الصدق لو منع ما بنمتنع، بنمشي بالسيكل بنمشي. الصفحة التي نشرت الخبر وتناقلته منها وسائل الإعلام المحلية والخارجية ظهرت كصفحة رسمية ممولة للمحافظ الجديد منذ اليوم الأول لتعيينه، وكانت هي المصدر الوحيد لمعرفة نشاط الرجل والنافذة التي بعث منها أول خطاب له موجه لأبناء المحافظة الواقعة تحت وطأة العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية. لكن سرعان ما اختفت هذه الصفحة بعد نشرها للقرار بساعات، تخرج تسريبات إعلامية وعبر ذات الشخص دائما المصدر المسؤول لينفي صحة هذا القرار، لكن دون أن يتطرق إلى هذه الصفحة. أكان القرار صحيحا أم دون ذلك؟ لم يعد هذا يفرق كثيرا بالنسبة للمواطن الحضرمي، والذي ينتظر من السلطات أن تبدأ باتخاذ خطوات جدية لانتشاله من واقعه المزري. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.